يا مساء الخير والحب والسعادة عليكم مشاهدي قناة تايم سبورتس في كل مكان. أهلا بكم وحلقة جديدة من 7 في 7 على شاشة قناة تايم سبورتس. زي كل يوم هنكون مع بعض لمدة ساعة ونص، هنتابع فيها كل جديد على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا الرياضية. هنشوف النجوم والأندية والمنتخبات نشروا إيه من بوستات وصور وفيديوز، وطبعا هنعرف أهم الأخبار السريعة والحصرية وهنكشف ليكم التوب سيكريت. ودلوقتي وكالعادة هنبتدي حلقتنا بسؤال حلقتنا النهاردة، إيه اللي بيقول: ما توقعاتك لنهاية أزمة مباراة الزمالك وجنراسيون فوت السنغالي؟ طبعا كلنا متابعين يعني خلال الفترات أو خلال الساعات الأخيرة والأيام اللي فاتت اللي حصل من نقل مباراة الزمالك وجنراسيون طبعا من باترو سبورت لملعب برج العرب، ورفض النادي السنغالي إن هو يلعب المباراة واللي أنهاها الحكم بعد ما استنى الوقت القانوني. وطبعا عاوزين نعرف توقعاتكم ايه اللي ممكن يحصل، هل هتعاد المباراة دي ولا هيقرر الاتحاد الافريقي يفوز الزمالك واعتبار جنراسيون منسحبا، ولا هيكون في قرار تاني مفاجئ؟ طبعا مستنيين منكم ان انتم تشاركونا باجاباتكم على تويتر طوال وقت الحلقة على هاشتاج البرنامج 7 في 7، وفي اخر الحلقة هنستعرض مع بعض اهم الاجابات. دلوقتي بقى هنتابع مع بعض نجوم الرياضة والأندية والمنتخبات نشروا إيه على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، والبداية كالعادة من فيسبوك. هنبدأ فقرة فيسبوك من صفحة اتحاد الكرة المصري اللي نشر الصورة دي وكتب الصبعة عليها: تواصل الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم والكابتن محمد بركات مدير المنتخب مع لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي للاطمئنان على حالته الصحية ومعرفة مدى حالة الإجهاد اللي بيعاني منها بسبب طبعا ضغط المباريات المتلاحقة من نادي، وأيضا الاطلاع على برنامجه التدريبي وذلك لمراعاة برنامجه العلاجي لا سيما وانه قد يحتاج لفتره راحه خلال المرحله المقبله حفاظا طبعا عليه من اي مضاعفات مستقبلا وقد تؤثر على حالته الفنيه. بيدرس الكابتن حسام البدري قرار جديد بشان محمد صلاح خلال معسكر المنتخب المقبل لخوض وديه بوتسوانا يوم 14 اكتوبر المقبل لضمان اراحه اللاعب والتخلص من حاله الاجهاد. جاء ذلك في ظل الاستراتيجية الجديدة اللي وضعها الكابتن حسام البدري بتكليف أفراد جهاز المعاون كابتن طارق مصطفى وكابتن أحمد أيوب وكابتن سيد معوض بمتابعة دورية لحالة جميع اللاعبين المحترفين والتواصل معهم لحصر طبعا معدلات المشاركات ومراعاة ظروف كل لاعب، وضعها في حسابات الجهاز الفني في مسألة الاستدعاءات الرسمية المقبلة. هنروح معاكم بقى دلوقتي من صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم، هنروح معاكم للقلعة البيضاء نادي الزمالك وصفحته الرسمية اللي احتفلت بعيد ميلاد مدافع الفريق محمد عبد السلام، ونشرت صفحة الزمالك الصورة دي وكتبت عليها: عيد ميلاد سعيد للاعبنا محمد عبد السلام. ومن كرة القدم نروح لكرة اليد، ولسه مكملين معاكم من القلعة البيضاء نادي الزمالك اللي صفحته نشرت قائمة فريق كرة اليد اللي هيمثل النادي في دوري أبطال إفريقيا لليد، ونشرت صفحة الزمالك الصورة دي وكتبت عليها: قائمة الزمالك المسافرة إلى الرأس الأخضر للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد في الفترة من 4 إلى 13 أكتوبر، وبتتكون القائمة من أحمد الأحمر، محمد هتلر، محمد علي وفلفل وهشام السبكي وكريم أيمن وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام ومصطفى خليل وأكرم يسري وعبد الرحمن بودي وحازم ممدوح وحسن قداح وأحمد حسام ومحمد علاء لوكا ومصطفى دونجل ووسام أنور وهشام شديد. ونروح لصفحة جنراسيون فوت السنغالي اللي نشر فيديو لتدريب الفريق الأخير في مصر وتمرنوا في ملعب صغير امبارح المغرب، طبعا ده قبل ما يسافروا للسنغال فجر النهاردة. تعالوا نشوف جزء من تدريب الفريق السنغالي اللي قرر ان هو ما يلعبش ماتش العودة قدام الزمالك. Gracias.
يس. سو دهي كينيا ري فنان اديسكو اوس نهاو نايس وبعد ما خلصنا فقرتنا على الفيسبوك يلا بينا دلوقتي نطير سريعا على تويتر. هنبدأ فقرة تويتر من حساب النادي الأهلي اللي نشر الصورة دي وكتب عليها: إليكم مباريات فريقنا خلال شهر أكتوبر، كونوا على الموعد وضعوها في المفضلة. ولسه في حساب الأهلي اللي نشر فيديو تدريبات الفريق استعداداً لماتش الإنتاج الحربي اللي طبعاً هيتلعب بكرة بإذن الله، وهتتابعوه هنا على قناة تايم سبورتس. تعالوا نشوف تمرين الأهلي استعداداً لمباراة بكرة قدام الإنتاج الحربي. بعد ما خلصنا معاكم جولتنا على فيسبوك وعلى تويتر لسه طبعا مستنيين معاكم مكملين كمان ايضا جولتنا على السوشيال ميديا، لكن عايزين نفكركم بسؤال حلقتنا النهارده اللي بيقول: ما توقعاتك لنهايه ازمه مباراه الزمالك وجنراسيون فوت السنغالي؟ طبعا مستنيينكم تبعتوا لنا اجاباتكم على مدار وقت الحلقه على تويتر على هاشتاج البرنامج 7 في 7. ودلوقتي هنروح لفاصل قصير نرجع لكم نكمل اخبارنا، اخبار السوشيال ميديا في 7 في 7 على تايم سبورتس، انتظرونا. وبعد ما خلصنا معاكم جولتنا على انستجرام هيكون معنا دلوقتي عبر الهاتف استاذ محمد يحيى رئيس القسم الرياضي بجريده الوطن. مساء الفل عليك يا استاذ محمد. مساء الفل عليك يا فرح. منورنا طبعا في البدايه على شاشه قناه تايم سبورتس وبرنامج 7 في 7. في البدايه طبعا عايزين نبتدي معاك يعني مع بدايه موسم الدوري، دوري ابطال افريقيا، الكونفدراليه الافريقيه بتبتدي معاها طبعا الايام الجميله المبهره وفي نفس الوقت الازمات. في البداية عايزين نعرف منك كيف ترى الأزمة اللي أثرها يعني بطل السنغال وعدم الذهاب لمواجهة الزمالك في برج العرب؟ خليني أقول لك يا فرح، إحنا عشان نعرف إيه الأزمة وإيه اللي حصل لازم نعرف مين هو جنراسيون فوت. جنراسيون فوت مش مجرد نادي عادي، ده نادي أكاديمية. فمعنى كلمة أكاديمية إن هو محتاج يسوق اللاعبين أو محتاج يسوق نفسه كأكاديمية. هو طبعا عارف ان قدراته الفنيه لا تسمح ان هو ينافس فريق بحجم نادي الزمالك او النادي الاهلي، ولكن هو عايز ياكل عيش بمعنى اصح، او عاوز ان هو يستفيد من فكره مواجهه الزمالك. هيعمل ده ازاي؟ من خلال ان هو يعمل ضجه، الناس كلها تبدا تفكر فين جنراسيون فوت، فين النادي دوت، موقفه ايه، يبدا يلفت الانظار. يعني بيحاول يعمل يعني نوع تجاره ان هو يلفت الانظار ليه عشان يبقى موجود. ده جنريشن فوت.
وبدليل ان اللي كان بيتكلم وكان متصدر في الموضوع وكان متزمت جدا في رايه كان رئيس النادي اللي هو الاونر بتاع النادي او مالك النادي اللي طبعا عايز يسوق للمشروع بتاعه بشكل يعني عشان يا استاذ محمد ده لو كان عمل احسن مباراه ليه في حياته ما كانش هياخد نفس يعني اكتر من الشهره اللي اخدها بعد اللي حصل ده. بالظبط كده، ما هو ده اللي انا بقول لك عليه، ما هو دوت انا بقول لك ان هو حاول يستفيد بالزبط. من المباراه من فكره مواجهه فريق بحجم الزمالك وباسم الزمالك وبشعبيه الزمالك وتاريخ الزمالك والتواجد في مصر كمان، فبالتالي هو عاوز يكسب يعني زي ما بنقول كده يكسب بونت او يعمل يبين نفسه بشكل قدام الناس. هو لو كان لعب كوره اكيد هيبقى زيه زي غيره، هيتغلب وهيمشي ومش عارف محدش هيفتكره اصلا. فبالتالي هو عمل موقف او خد موقف، هو كده كده عارف ان هو خسران المباراه، ولكن في النهايه حتى لو الزمالك تاهل دلوقتي الناس كلها سالت مين جنريشن فوز او فين جنريشن فوز، فاذا هو حقق التارجت بتاعه من خلال المشاركه في المباراه بالشكل دوت او عدم المشاركه في المباراه. كده كده خارج من البطوله اخرج وانا مستفيد بشكل ما، او ان الناس عرفت شكلي او عرفت اسمي. ده اعتقد الاقرب للواقع. ده فريق اكاديميه، فريق عارف ان هو لو لعب الزمالك هيخسر، لو لعب الزمالك حتى بره مصر هيخسر. يعني الزمالك في مباراه الذهاب اللي خسرها 2-1 الزمالك كان مسيطر على المباراه وبهجمه مرتده او هجمتين مرتدين واخطاء دفاعيه خسر المباراه. نعم. يعني كان ممكن الزمالك يكسبه على ملعبه كمان. واعتقد ان هو يحاول يستغل الموقف عشان يسوق لنفسه بشكل اكبر. طب هل ممكن فريق في بطوله هامه بشكل ده زي دوري ابطال افريقيا يخرج من البطوله او يتنازل عن وجوده في البطوله بالسهوله دي؟ انا بقول لك هو اصلا كان مجرد القرعه ما وقعته او وقع في طريق الزمالك او الاهلي، اي فريق كبير في مصر زي الاهلي والزمالك عارف ان هو خارج من البطوله اوريدي. فهو انا كده كده خارج اخد اكبر مكسب ممكن احققه اللي هو ان انا استفيد بتسويق اسم الفريق بتاعي. نعم. او تسويق اسمي. هو الراجل طبعا اي اكاديميه فراح بتدور على ان هي تبيع لعيبه او تبقى اسمها معروف عشان الانديه تبص عليها. أكيد. وتشتري من عندها لعيبه. اكيد هو مش هيقدر يعمل ده على المستوى الفني فبيحاول يعملها بشكل تجاري. ده اللي بيحاول يعمله يعني مش اكتر. نعم. طيب هنروح معاك بقى يعني لوجهه نظرك، شفت ازاي تاهل الفرق المصريه سواء في البطوله العربيه او الافريقيه طبعا باستثناء موقف الزمالك اللي معلق لحد دلوقتي؟ اكيد الاهلي ما ينفعش نحطه في مقارنه مع فريق كانو سبورت. يعني طبعا امكانياته اسمه تاريخه كل الحاجات دي بتعزز فرصه في التاهل لدوري ابطال افريقيا. كمان الاهلي عنده اهداف اعلى من فكره التاهل، الاهلي فريق بيلعب على البطوله، فبالتالي احنا لسه في الادوار انا بعتبرها بالنسبه للاهلي والزمالك ادوار تمهيديه. ففوز الاهلي امر طبيعي جدا. فايلر استفاد من المباراه بتاعت كانو سبورت في العوده، هو كمان هو كان حقق الفوز في مباراه الذهاب فاستفاد من مباراه العوده ان هو جرب اكثر من لاعب في اكثر من مركز وجرب لعيبه ما شافهاش قبل كده، فبالتالي حقق اعلى استفاده ممكنه. هو كده كده ضامن ان هو متاهل وجرب لعيبه، ان هو فايلر برده ما ننساش ان هو مجرد جديد لسه بيشوف بعض اللاعبين عايز يحكم عليهم، ما عملش فتره اعداد فبيشوف اللعيبه من خلال المباريات. مباراه سهله زي دي فرصه ان هو شاف اكتر من لاعب، شاف لاعب زي محمود وحيد، شاف احمد الشيخ. اعتقد ان كل الحاجات دي بتبقى احسن من المدرب، وباين ان المدرب عايز يشوف كل اللعيبه عشان يقدر يعمل تقييم صحيح يحط من خلاله التشكيل اللي هيعتمد عليه خلال الموسم. ده بالنسبه للنادي الاهلي. هنروح للنادي الاسماعيلي، كمان بيقدم مستوى جيد جدا. واضح ان ميدراجي سيتش المدير الفني الجديد للنادي الاسماعيلي راجل خبير في الكوره وبيعرف يتعامل كمان، وقدر ان هو يتاهل يعني في البطوله العربيه للدور الثاني. اعتقد ان كمان الاتحاد السكندري قدر ان هو يفوز على العربي الكويتي. نعم. المصري البورسعيدي ايضا، والمصري البورسعيدي في الكونفدراليه لسه. نعم. الكونفدراليه. نعم. وبيراميدز كمان في الكونفدراليه. وبيراميدز ايضا. طب هل توقعت تأهل بيراميدز على الأخص وتغلبه يعني على شباب بلوزداد في عقر داره ولا لا؟ طيب هقول لك إن بيراميدز فريق عنده مجموعة خبرات، لاعبين بيمزجوا ما بين الخبرة والشباب، إمكانيات عالية مع المستوى اللاعبين. نعم. منهم لعيبة كتير موجودة في منتخب مصر مع مدير فني كلنا شاهدنا له بيه التميز. ديسابري طبعا قدم مستوى مميز سواء مع بيراميدز او لما كان ماسك منتخب اوغندا، وقبل منتخب اوغندا لما كان ماسك الاسماعيلي. نعم. واعتقد ان فنيا فريق بيراميدز فريق تقيل، فريق كوره تقيل، فريق عنده لعيبه تقيله وعنده مدرب تقيل. اعتقد
ان بتخليه دايما مرشح ان هو يحقق نتائج كبيره. فوزه على شباب بلوزداد ده ما كانش مفاجاه بالنسبه لي خالص، انا كنت متوقع ده، كنت متوقع ان هو يكون اكتر من كده كمان ويحقق فوز اكبر من كده. امكانيات لعيبه بيراميدز لما تيجي تقيسيها مع امكانيات لعيبه شباب بلوزداد، اعتقد ان كفه لعيبه بيراميدز هترجح، وان كان شباب بلوزداد اكيد المباراه كانت صعبه لان بيلعب وسط جمهوره، وانت عارفه طبعا طريقه لعب شمال افريقيا والاستفزازات والكلام ده كله، كل الكلام ده لعيبه بيراميدز بالخبرات اللي موجوده هناك طبعا زي احمد الشناوي، زي عبد الله السعيد، زي جون انتوي، لعيبه خبرات متمرسه مع اللعب الافريقي. اعتقد ان لعيبه بيراميدز هو ده السر في نجاحهم، الخبرات اللي عندهم وخبرات المدير الفني طبعا هي اللي ساهمت في تاهلهم. نعم يا استاذ الدور الثاني. نعم. طيب استكمالا مع حضرتك ايضا لمواجهات مسابقه الدوري الممتاز، يعني شفنا النهارده مواجهه هامه جدا ما بين الاتحاد السكندري والجونه، وفاز الاتحاد السكندري بنتيجه هدف مقابل لا شيء. عندنا بكره باذن الله ايضا مباراه هامه ما بين الاهلي والانتاج الحربي، يوم الخميس هيكون مباراه هامه ما بين الزمالك ومصر للمقاصه. عايزين نعرف من حضرتك تقييمك لمستوى بطوله الدوري الممتاز حتى الان. الدوري السنه دي سخن جدا، قوي جدا، كل الفرق عندها طموحات واهداف وبدأ من بدري عايزه تحقق نتائج كويسه. الاتحاد السكندري يمكن خسر المباراه الاولى قدام الزمالك، هي اللي بدات بدري، والمشاركه في كاس مصر كمان كان مشارك في كاس مصر وخرج على ايد الزمالك اللي فاز بالبطوله بعد كده. فاعتقد ده السبب في تفوق الاتحاد. هنيجي نتكلم على باقي الفرق. نادي الزمالك طبعا اكيد بينافس على بطوله الدوري، نادي الاهلي اكيد بينافس على بطوله الدوري، الانتاج الحربي هيلعبوا الاهلي بكره، مباراة هتبقى صعبة جدا لان الانتاج هو كمان فريق قوي، فريق معاه مدرب مخضرم كابتن مختار مختار. مختار مختار عنده ميزة اعلى ان هو مع الفريق بقاله اكتر من سنة، فعنده فكرة الاستقرار ورؤية اللاعبين بشكل كويس، وعارف امكانيات كل لاعب وعارف هو هياخد منه ايه. طب تعليقا على كلام حضرتك، ونتوقف عند مباراة الانتاج الحربي على الاخص، كان في ناس متوقعة انها تشوف باسم مرسي في المباراة دي، ولكن تم الاعلان منذ دقائق ان باسم مرسي هيغيب عن مباراة الاهلي، تعليقك ايه؟ والله بس ممكن يكون لسه مش جاهز فنيا، دي اللي جاوب عنها الجهاز الفني للانتاج الحربي، ممكن يكون مش جاهز فنيا لان باسم حتى خلال فتره الاعداد قبل بدايه الدوري كان في كلام كتير على ان هو هيبقى موجود مع الانتاج ولا لا، نادي الزمالك هيسيبه ويروح ولا لا، كان في كلام كتير وحصل كلام كتير عليه. اعتقد ان هو مش جاهز فنيا عشان كده تم استبعاده من المباراه، غير ان هو بيبقى احيانا متوتر في مباريات الاهلي من ايام ما كان بيلعب في الزمالك، فبيبقى متوتر في المباريات. فاعتقد ان كابتن مختار ممكن برضه يكون من احد الاسباب ان هو ريحه وما خدوش في المباراه دي عشان يقدر يستفيد بيه في المباريات اللي بعد كده. نعم. خصوصا ان فريق الانتاج عنده اكثر من لاعب مميز في مركز المهاجم، طبعا على راسهم محمد رجب اللي لعب في المباراه اللي فاتت وتالق بشده. نعم. طيب هنستكمل مع حضرتك ايضا، وعايزين نعرف منك بقى رايك في التدعيمات، الصفقات اللي ابرمتها ايضا الانديه استعدادا لبطوله الدوري. والله كله شاف احتياجاته، واعتقد ان يعني معظم الانديه شافت احتياجاتها وتعاقدت معاها. الزمالك كان شايف ان عنده مشكله في حراسه المرمى، تعاقد مع ثلاث حراس مرمى بعد رحيل بعد اصابه جنش ورحيل عمر صلاح، فالزمالك تعاقد مع ثلاث حراس مرمى، وعماد السيد كمان راح للاتحاد السكندري. فكل الفرق دعمت بعض وجاب كمان اكثر من صفقه في وسط الملعب، مثلا مركز صانع الالعاب جايب اشرف بن شرقي، جايب محمد نجم، جايب بامبو، اكتر من لاعب مميز، شيكابالا طبعا عودته لاعب مميز ده بالنسبه للزمالك. الاهلي كمان عمل تعاقدات مهمه، ابرزها طبعا اللي شايفينه متالق قفشه. نعم. متالق الفتره اللي فاتت. هتوقف بقى معاك يا استاذ محمد عند الجزئيه دي على الاخص عند قفشه، لان احنا النهارده معانا يعني من ضمن الاخبار السريعه في خبر بعنوان سليمان غاضب من دور دوبلير قفشه، فعايزين نعرف من حضرتك تعليقك ايه؟ هل وليد سليمان ممكن يكون متضايق من وجوده دلوقتي في المأزق ده او لا ده غير حقيقي؟ بص خليني اقول لك ان مفيش لعيب ما بيشاركش او ما بياخدش فرصه ان هو يلعب ما بيبقاش متضايق، دي طبيعه البشر او طبيعه لعيبه الكوره، هو عاوز طالما هو بيلعب وجاهز فنيا هيبقى عاوز يشارك. ولكن برده كجهاز فني هو محتاج يدخل دماء جديده، وليد سليمان برده سنه كبر، محتاج يدخل لعيبه جديده عشان تقدر يعني تستحمل معاه الفتره اللي جايه بشكل اكتر. قفشه من اللعيبه الموهوبه جدا اللي بتلعب بشكل مميز في مركز 10 اللي هو صانع الالعاب. نعم. اعتقد ان هو قدم مستويات مميزه جدا مع النادي الاهلي، واستفاد من الفتره اللي لعبها في بيراميدز السنه اللي فاتت بشكل كبير، ومستواه اتطور السنه دي عن السنين اللي قبل كده. فاعتقد ان يعني الاهلي مشارك في اكتر من بطوله، هيحتاج كل اللاعبين سواء هيحتاج وليد سليمان او قفشه، وشفنا وليد سليمان بيشارك وبيسجل
بيسجل هدف في مباراه كانو سبورت اللي كانت خارج الارض. فاعتقد ان حتى مشاركته كبديل، اي لاعب كبير في السن فرح بيشارك في اوقات كثيره كبديل، بيكون ليه دور حاسم في الوقت اللي بيشارك فيه، بيستغل خبرته ان هو يحسم مباريات بالنسبه للفريق. نعم، طيب رايك ايضا في خروج صالح جمعه؟ يعني كلام كتير جدا سمعناه خلال الايام اللي فاتت عن خروج صالح جمعه من حسابات المدير الفني للنادي الاهلي بسبب عدم الالتزام، وايضا وغيابه كمان من ميران المستبعدين يومين ورا بعض، وايضا توقيع غرامه ماليه قيمتها 30,000 جنيه عليه. عايزين نعرف من حضرتك تعليقك ايه، ويعني نقدر نقول ان جماهير الاهلي لما صدقت ان صالح جمعه يرجع لمستواه مره ثانيه، شفنا حاله من الشغف الرهيب جدا، الاصرار منه وعودته للمباريات مره ثانيه مع مستر مارتن لاسارتي، ولكن بعد تماما عن الصوره في الايام اللي فاتت. بس فرح اللي بيدي للكوره واللي بيجتهد في شغله عامه ربنا بيكافئه، لكن التزم بيها هو، لو ما التزمش بالضوابط دي مش هيكون موجود لا في الاهلي ولا في فريق ثاني. يعني هي دي المشكله، ان الموضوع مش عند الاهلي بس، عند اي فريق ثاني جمعه او اي لاعب مش هيلتزم مش هيكون موجود في الفريق او مش هيكون له دور في الفريق. هي دي رؤيتي لموضوع صالح جمعه والملخص ازمه صالح جمعه. الالتزام هو سر النجاح، الالتزام محمد صلاح هو اللي مخليه ضمن قائمة أفضل لاعبين على مستوى العالم. نعم. لكن إن أنا أفضل أقول إن صالح جمعة لاعب موهوب خد فرصة وخد اثنين وخد ثلاثة، فأعتقد إن ممكن الأمور تبقى أكثر تأزما بالنسبة لصالح جمعة خلال الفترة اللي جاية، خصوصا إن هو حتى الآن مش مبدي أي نية. ومش هنروح بعيد يا أستاذ محمد، يعني خير مثال نقدر نقول شقيقه، يعني لو تم المقارنة ما بينه وما بين عبد الله جمعة في نادي الزمالك، قد إيه كان عنده إصرار، قد إيه حتى لما تم تغيير مركزه تمسك بالمكان الجديد وأثبت نفسه ونال إعجاب كل الجماهير مش بس جماهير الزمالك، ولكن أيضا يعني شفنا قد إيه كانت الناس بتطالب بوجود عبد الله جمعة مع منتخب مصر في بطولة طبعا كأس الأمم الإفريقية، فإن يدل على إن الناس كلها بتشيد طبعا بأدائه. بالتاكيد عبد الله جمعه واحد من اللعيبه اللي قدمت مستوى مميز، واحد من اللعيبه اللي الناس كلها زي ما انت قلت طلبت بوجودها في منتخب مصر خلال كاس الامم، وشافت ان هو اتظلم وقدم مستوى مميز وما زال بيقدم مستوى مميز مع نادي الزمالك. فده اكيد يعني اكبر مثال على ان صالح جمعه لو التزم هيكون ليه دور في النادي الاهلي، وده فعلا حصل مع لاسارتي زي ما انت قلت في السؤال الاولاني، ان لاسارتي كان مديله الفرصه وكان بيشارك فبالتالي كان ملتزم. هو دلوقتي بعد ما بعد عن الملعب او رجله طلعت بره الملعب ورجع تاني لعدم الانضباط، هو طلع بره الملعب تاني. فاذا المشكله احنا عرفنا اسبابها وعرفنا حلولها، ولكن هو مصمم على الابتعاد عن الملعب والابتعاد عن كره القدم. هننتقل معاك من القلعه الحمراء للقلعه البيضاء ونادي الزمالك، ويعني عايزين نعرف منك بقى ميتشو قادر على ان هو يقود الزمالك بالتتويج ببطوله دوري ابطال افريقيا ولا لا؟ والله ميشو قدم مستويات متذبذبه مع الزمالك اكتر من يعني اكتر من موقف كان متذبذب المستوى الزمالك معاه، ولكن في النهايه عايزين نقول ان ميشو في المجمل مدرب كويس. طيب ميشو لما نوصل ليه افضل شكل ممكن او يلعب اكتر عدد من مباريات ممكنه نقدر نقيمه بشكل صحيح. نعم استاذ محمد، زي ما متوقف معاك عند مستويات اللعيبه، عايزين كده نتوقف معاك عند مستوى فرجاني ساسي. ما حدث لفرجاني ساسي؟ سؤال بيتساءله كل الجماهير، جماهير الزمالك وجماهير الاهلي وجماهير كل الانديه، ايه اللي حصل لفرجاني ساسي؟ ليه تراجع مستواه؟ وكل ما بيحاول يرجع لمستواه مره ثانيه بنشوف انه لا، ده لسه ما حصلش لغايه دلوقتي رغم بدايه الموسم الجديد. خليني اقول لك ان فرجاني ساسي ممكن انت مقيمه ان هو او بعض الجماهير مقيمه ان مستواه تراجع، ولكن المدير الفني اعتقد ان هو مش شايف دوت، والا ما كانش هيخليه اساسي في كل المباريات اللي بيلعبها في الفتره الاخيره. فرجاني ساسي كان باين قوي في وسط ملعب الزمالك السنه اللي فاتت عشان اللي حواليه كانوا ممكن يكونوا اقل. نعم. لكن هو دلوقتي الزمالك مليان نجوم بيقدموا مستويات مميزه كلهم، فانت ممكن تقيمي فرجاني ان مستواه اقل من السنه اللي فاتت عشان هو التزم بدوره. يعني هو السنه اللي فاتت كان بيلعب ادوار اعلى من الطبيعيه او اعلى من اللي كان هو بيفضلها، او يعني كان بيلعب دور هجومي زياده، كان بيسيب دوره دوت الدفاعي لطارق حامد. اكيد تعليمات مدير فني دلوقتي ان هو يلتزم بالادوار الدفاعيه بتاعته، هو ده اللي مخليه الناس شايفه ان مش ده فرجاني بتاع السنه اللي فاتت. نعم. ده فرجاني، وبعدين احنا لسه خلي بالك بدره فتره بدايه موسم، لسه اداء فرجاني واداء معظم اللعيبه هيتطور لما الدنيا تسير بخطوات ثابته. هنشوف بعد كده اداء فرجاني نقدر نقيمه بعد 10 اسابيع في الدوري. اقول بقى فرجاني ساسي مستواه متراجع
واقول فلان الفلاني اي لاعب من اللاعبين هو متراجع، دلوقتي انا ما اقدرش اقول ان هو متراجع، خصوصا ان الزمالك حقق نسبه فوز توصل ل 80% بمشاركه فرجاني سافي. واعتقد ان ده ما يقولش ان هو ما نديش تقييم عليه في الوقت الحالي، ممكن نصبر عليه اكتر من كده. لاعب خارج من دوري من بطوله افريقيا مع منتخب تونس، فاعتقد وقبلها كان في اصابه ايضا، اصابه وصل مع منتخب تونس للدور قبل النهائي، ويعني اعتقد ان احنا صعب ان احنا نقيم فرجاني سيسي في الوقت الحالي. رغم ان هو بيقدم مستويات، انا بقول لك هو بيقدم مستوى كويس وسط ملعب الزمالك قوي بفضل طارق حامد وفرجاني سيسي هما الاثنين مع بعض، طبعا ما نقدرش نقول انه مستواه متراجع في الوقت الحالي. هننتقل مع حضرتك بقى من القلعة الحمراء والبيضاء لمنتخبنا الوطني، عايزين نعرف منك يعني كيف ترى مهمة الكابتن حسام البدري مع المنتخب الوطني؟ وكان معانا خبر هام في بداية الحلقة أيضا اتكلمنا فيه عن الكابتن حسام البدري، إنه يعني بقى في تواصل ما بينه أيضا وما بين اللاعبين الدوليين بداية من محمد صلاح، وابتدى إن هو كمان يشوف هو وجهاز المعاون بقيادة كابتن طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض إن هم يتابعوا بصفة دورية لحالة جميع اللاعبين المحترفين والتواصل معاهم علشان يتم حصر معدلات المشاركات علشان يتم مراعاه ده وظروفها خلال مشاركتهم. وهنتكلم كمان مع حضرتك عن المشاركه الوديه مع بوتسوانا يوم 14 اكتوبر. يعني خليني اقول لك ان اكيد كابتن حسام البدري عنده رؤيه كبيره بالنسبه للاعيبه منتخب مصر، وشايف لعيبه منتخب مصر كويس، وعارف هو عاوز ايه من المباراه اللي جايه او المعسكر اللي جاي بالكامل، بدليل ان هو مختار مباراه واحده هيلعبها في نهايه المعسكر مباراة بوتسوانا. فاعتقد ان الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون طبعا شايفين لعيبة منتخب مصر بشكل كويس، تقييمهم ليهم هيبقى مهم جدا في خلال المعسكر اللي جاي اللي هيبدا ان شاء الله يوم الاثنين، اول معسكر بالنسبه للكابتن حسام البدري. فاعتقد ان كل الكلام اللي انا قلته دوت بيقول ان احنا بنشوف تشكيله كويسه لمنتخب مصر. كان في كلام او في خبر طلع من اتحاد الكوره ان الكابتن حسام البدري كلم محمد صلاح امبارح عشان يطمن على مستواه وحالته البدنيه بعد المباريات الاسبوع في الدوري الانجليزي. اعتقد ان ده يدل ان في متابعه كامله من منتخب مصر او من جهاز منتخب مصر لكل اللاعبين، وتاكيد طبعا محمد صلاح واحد من اهم او هو اهم لاعب في منتخب مصر حاليا، فاعتقد ان التعامل معاه بالشكل دوت هيبقى شيء كويس وبادره خير وبادره مبشره بالنسبه لمنتخب مصر في بدايه فتره الكابتن حسام البدري. استاذ محمد في النهايه عايزين نعرف من حضرتك تذكر لنا اسم لاعب او اثنين من اللي كانوا خارج حسابات كل مدير فني تولى قياده منتخبنا الوطني ومتوقع مع كابتن حسام البدري انه هيتم ضمهم خلال الايام المقبله. والله بالتاكيد يعني الفتره اللي فاتت كان عبد الله جمعه كان موجود، يعني هيبقى موجود ان شاء الله مع الكابتن حسام البدري او مقترح ان هو يكون موجود، رغم ان هو كان مستبعد من حسابات اجيري المدير الفني السابق. كمان رمضان صبحي ممكن يكون ليه دور بعد مستوياته مع النادي الاهلي. فاعتقد ان كل الحاجات دي من اثنين لعيبه، هم انت طلبت اثنين، الاثنين هم عبد الله جمعه ورمضان صبحي، هيبقوا ان شاء الله ممكن يكونوا موجودين او بنسبه كبيره هيكونوا موجودين مع منتخب مصر في الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. تحياتنا ليك استاذ محمد يحيى رئيس القسم الرياضي بجريده الوطن. مشاهدينا عايزين نفكركم بسؤال حلقتنا النهارده اللي كان بيقول: ما توقعاتك لنهاية أزمة مباراة الزمالك وجنراسيون فوت السنغالي؟ طبعا مستنيينكم تبعتوا لنا إجاباتكم على مدار وقت الحلقة، وما تنسوش هاشتاج البرنامج 7 في 7 على تويتر. دلوقتي هنروح لفاصل قصير ونرجع لكم نكمل أخبارنا، أخبار السوشيال ميديا الرياضية في 7 في 7 على تايم سبورتس، انتظرونا. عودة لكم مشاهدي قناة تايم سبورتس في كل مكان، لسه مكملين معاكم أخبارنا أخبار السوشيال ميديا الرياضية في 7 في 7 على تايم سبورتس. وصل معاكم دلوقتي لفقرتنا، فقرة الفيك نيوز اللي فيها بنكشف ليكم حقيقة خبر انتشر على السوشيال ميديا لكن بيكون غير صحيح بنسبة 100%. بنحاول نوضح ليكم في 7 في 7 صحة الخبر ده. خبر النهاردة عن الكراهية المتبادلة ما بين محمد صلاح وساديو ماني، لكن حقيقة الخبر ده كشفها ساديو ماني اللي أخيرا اتكلم عن علاقته بمحمد صلاح علشان يقطع الشك باليقين في كل طبعا الأخبار اللي بيتم تداولها من فترة طويلة جدا. قال ماني إن محمد صلاح واحد من أصدقائه المقربين جدا، ولما بيحصل أي موقف في الملعب بيكون أمر طبيعي إنه طبعا يزعل،
ودي بتكون مجرد نرفزة ملعب زي اللي حصل في ماتش بيرنلي. وأكد ماني إنه نسي تماما أحداث الماتش ده وما فيش أي مشكلة ولا مشاعر كراهية بينه وبين نجمنا المصري الدولي محمد صلاح. دلوقتي هنروح معاكم لمستعجلين جدا هتعرفوا أهم الأخبار معانا في فقرة أخبارنا على السريع. اليوم السابع الأهلي يتدرب في أسوان الجمعة قبل مواجهة ممثل الصعيد بالدوري. الوطن فرض الشدة على لاعبي الزمالك بعد أزمة علاء وعنتر والتركيز على مواجهة المقصة. البوابة نيوز الأهلي يهدد صالح جمعة بالاستبعاد بعد خروجه عن النص. بطولات مدرب الإنتاج الحربي يعلن غياب باسم مرسي عن مواجهة الأهلي ويؤكد فريقنا عقبة أمام القطبين. فيتو 100,000 جنيه لكل لاعب مكافأة الأهلي بعد الفوز بالسوبر. سوبر كورة المقصة يعسكر للزمالك الأربعاء. في الجول الزمالك سنحترم قرار الكاف في أزمة جينيراسيون مهما كان. اليوم السابع الأهلي يحدد منتصف أكتوبر موعدا مبدئيا لمواجهة ريال مدريد. سوبر كورة الخطيب يضم طبيبه الخاص للجهاز الطبي للفريق الأول بالأهلي. الوطن الأهلي يفتح ملف التجديد للكبار وسليمان غاضب من دور دوبلير أفشة. اليوم السابع كاسانجو يقرر شكوى الوداد للفيفا وحالة واحدة تمنعه. الوطن مكافآت ضخمة للاعبي بيراميدز بعد التأهل الإفريقي على حساب شباب بلوزداد. اليوم السابع جهاز المنتخب بقيادة حسام البدري في أول مهمة رسمية غدا. الوطن سيرجيو فابياس يجهز النداي لقيادة هجوم طلائع الجيش أمام بيراميدز. البوابة نيوز المنتخب الأولمبي يرسل قائمة النهائية لبطولة أمم إفريقيا 30 أكتوبر. سوبر كورة رئيس الإسماعيلي يطالب لاعبي الدراويش بضرورة الفوز أمام المصري. بطولات الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا للإنتاج الحربي في الدوري. البوابة نيوز جهاز الزمالك يجهز الونش لمباراة المقصة. في الجول النقاز لانتقادات تحفزني وعانيت من عدم التدوير بين اللاعبين. فيتو ميتشو يحدد موعد معسكر الزمالك لمواجهة المقصة. البوابة نيوز حسام حسن يصحح أخطاء سموحة أمام المقاولون قبل لقاء إنبي. فيتو الإسماعيلي يتوجه اليوم إلى الإسكندرية استعدادا للمصري. بطولات الزمالك يواصل تدريباته استعدادا للمقصة في الدوري. وبعد ما تعرفنا معاكم على أخبارنا السريعة عايزين نفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة اللي بيقول ما توقعاتك لنهاية أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي؟ مستنيينكم طبعا تبعتوا لنا إجاباتكم على مدار وقت الحلقة على تويتر هاشتاج البرنامج 7 في 7. ودلوقتي هنروح لفاصل قصير نرجع لكم نكمل أخبارنا أخبار السوشيال ميديا الرياضية في 7 في 7 على تايم سبورتس. عودة ليكم مشاهدي قناة تايم سبورتس في كل مكان ولسه مكملين معاكم أخبار السوشيال ميديا الرياضية في برنامج 7 في 7. وصلنا معاكم دلوقتي لآخر فقرة معانا وهي فقرة توب سيكريت اللي خلالها بنقول لكم كل يوم خبر حصري جدا مش هتلاقوه ولا تعرفوه في أي مكان تاني غير عندنا. خبرنا النهاردة عن دور فاطمة سمورة في أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت. عرفنا اللي حصل من فريق ومسؤولي جينيراسيون السنغالي واللي تمردوا طبعا على خوض مباراة العودة أمام نادي الزمالك في المباراة اللي كان مقرر ليها يوم الأحد الماضي على ملعب برج العرب. طبعا مراقب المباراة
دون في تقريره ان جينيراسيون انسحب من المواجهه بعد ما وصل طاقم التحكيم بالكامل وفريق الزمالك لارض الملعب انتظر، ولكن تغيب بطل السنغال في واقعه مؤسفه جدا. ومراقب المباراه احتسب فوز الزمالك بثلاثه اهداف نظيفه، لكن الجميع تفاجأ بخطاب الكاف بيقول ان تأهل الزمالك معلق لحين اجتماع اللجنة المختصة في الاتحاد الافريقي، ثم حدد يوم 8 اكتوبر الجاري موعدا لاصدار القرار النهائي حول الفرق المتأهل لدور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا. 7 في 7 عرف من خلال مصادر جوه الكاف ان القرار الاقرب هو اعتماد تأهل نادي الزمالك لدور المجموعات، خاصة وإن كافة الخطابات اللي تقدمت سواء من نادي الزمالك أو الجهات الأمنية كانت سليمة 100%. ولكن السنغالية فاطمة سامورا السكرتيرة العام للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واللي بتعمل حاليا كسكرتيرة عام للكاف بشكل مؤقت بتضغط بشتى الطرق من أجل صدور قرار بإعادة المباراة من جديد بما لا يتعارض مع موعد إجراء قرعة دور المجموعات، خاصة وإن الزمالك في التصنيف الثاني وجينيراسيون في التصنيف الرابع. كمان فاطمة سامورا هي اللي أقنعت رئيس نادي جينيراسيون بعدم الذهاب لبرج العرب وخوض المباراة أمام الزمالك مما تسبب في تفاقم الأزمة. بعد ما تعرفنا معاكم على خبرنا خبر التوب سيكرت، عايزين طبعا نفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة اللي بيقول ما توقعاتك لنهاية أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي؟ الحقيقة ان احنا جالنا يعني كومنتس كتيرة جدا وناس كتيرة جدا متفاعلة طبعا مع الحدث الأشهر اللي موجود على مواقع التواصل الاجتماعي لحد ما يتم حل الأزمة. بنشكركم شكرا جزيلا، وهنقرأ معاكم دلوقتي أبرز الإجابات أو اللي هنلحق طبعا ان احنا نقرأ معاكم في نهاية حلقتنا. شيكابالا قال إن شاء الله تأهل الزمالك. مجنون بافاريا قال مساء الفل إن شاء الله هينتهي بصعود الزمالك وده الأقرب. أما ريهام محمود فقالت إن شاء الله فوز الزمالك ربنا معانا. تسوقي قال إن شاء الله صعود الزمالك وسجلي يا فرح. حاضر. أما محمد عبد الصبور فقال مساء الخير عليك يا فرح، مساء الفل عليك يا محمد، أتوقع إن شاء الله ينتهي بصعود الزمالك وده الأقرب وأنا أهلاوي. نبيل عبد الغني قال باللوائح والمنطقة الزمالك في المجموعات وبطل إفريقيا إن شاء الله. محمد سعد موافي قال مساء الفل عليك يا فرح، مساء الفل عليك، صعود الزمالك إن شاء الله لأنه الأقرب. محمد عبد النبي قال الزمالك بطل إفريقيا 2019-2020. إبراهيم قال هي الأزمة هتتحل بس بإعادة المباراة وده هيكون ظلم لنادي الزمالك. نور قالت مساء الفل يا فرح، أنا قلقانة من الموضوع ده بس إن شاء الله الزمالك هيصعد. بعد ما تعرفنا معاكم على أبرز الإجابات اللي جات لنا على سؤال حلقتنا النهاردة على هاشتاج البرنامج على تويتر 7 في 7، بكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة من 7 في 7. بعد ما تعرفنا معاكم على أبرز أخبار السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي، استنونا طبعا أيام جاية كتير وحلقات جاية كتير من 7 في 7 على تايم سبورت. ومساء الفل على حضراتكم جميعاً.